السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سينيترو 32 بوصة. هذا النوع الصيني به مشكل، سأشغله الآن. لمبة الساند باي هي. إذا مشكل التلفاز يشتغل لمدة قصيرة وينطفئ، هو الآن شغال. نلاحظ إذا كما تلاحظون الآن لقد انطفأ، حتى لمبة ستاند باي انطفأت. إذا هذا هو مشكل التلفاز اللي نكتشفته. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وسبب المشكل هو الباور سبلاي، وبالتحديد المشكل في هذا الاي سي. هذا الاي سي، اي سي التقطيع، المسؤول عن دائرة ستاند باي، مسؤول عن هذا المحول هذا. اذا لاحظوا، ساريكم الان، سادهن بالقليل بالفلاكس. اذا على هذا الشكل الان ساوصل الكهرباء. لاحظوا ترتفع حرارته يعني بسرعة وبشكل كبير. الآن أوصلت الكهرباء، رأيتم الفلاكس كيف ساح بسرعة. إذن هذا الآي سي هذا كما قلت لكم هو سبب المشكل. هذا الآي سي بطبيعة الحال ليس متوفر عندنا هنا في السوق، يعني يباع جديد، وبالتالي سوف أستعمل موديليتر. فتابعوا أصدقائي. سأستعمل هذه الدائرة، هذه الموديليتر، هذه CA38، سوف تشتغل بشكل جيد مع دائرة ستاند باي. إذا قبل التركيب علينا معرفة كل بين ودوره، يعني مكان الاي سي القديم. لاحظوا هذا البين هو الخاص بالتقطيع متصل مع المحول. إذا هذا بين التقطيع، هذه البينات هنا للأرضي، هذا للفيدباك. لاحظوا متصل مع الابتو كابلر، ولكن هذه دائرة الفيدباك هذه سوف نقوم بالتعديل عليها. هذا البين هذا خاص بالفي سي سي، بتغذية الاي سي المذبذب، يعني جاء في الداخل. اذا مبدئيا ساركب هذا الاسلاك، هذا التقطيع الارضي والفي سي سي. اما الفيدباك سوف اقوم بالتعديل، بحيث لاحظوا الابتو كابلر، هذا البين يعني كما هو معتاد في الباور سبلاي، يعني هذا البين يكون متصل دائما مع الارضي، بينما في هذا الباور سبلاي متصل مباشرة مع الاي سي. والبين الثاني متصل، لاحظوا يوجد هنا الجامبر، متصل مع الفي سي سي، مع تغذية الاي سي المذبذب. اذا هذه دائرة الفيدباك مختلفة عن ما عهدنا، يعني مع الشائع. الشائع هو هذا البين يكون متصل مع الارضي، بينما هنا لا. وكأن في بعض الباور سبلاي تكون دائرة الفيدباك بوزيتيف، وبعض الباور سبلاي تكون دائرة الفيدباك نيجاتيف، يعني هذا ما استنتجته. عموما سوف نقوم بالتعديل هنا. قبلها سأركب هذه الاسلاك الظاهرة، يعني مكانها هذا الموديليتر هذا. اذا تابعوا اصدقائي. اذا اولا نتعرف على اسلاك هذا الموديليتر. الاصفر هو للتقطيع درين، نركبه مكان درين المصفط، نركبه هنا. الاسود هو للارضي، نركبه هنا. الاحمر هو للفي سي سي الذي يغذي الاي سي المذبذب داخل هذه الدائره هذه.
الابيض هو للفيدباك نوصله مع الابتو كابلر، الاخضر هو لجهد البدء بحيث نوصله مباشره مع موجب المكثف الرئيسي، لا نضيف مقاومه جهد البدء في حاله الباور سبلاي كانت لا تتوفر عليها او كانت قيمتها لا تتماشى مع هذه الدائره، وبالتالي المصنع عمل هنا مقاومه جهد البدء بدون ان نحتاج الى اضافتها. اذا سوف نركب هذه الاسلاك كل سلك في مكانه، نبدا بالاصفر سوف نوصله في هذا البين هذا، اذا سوف اركبه من هنا لكي يكون المنظر جميل على هذا الشكل. الان السلك الاسود الارضي نوصله هنا، السلك الاحمر هو للفي سي سي، اذا سوف نوصله هنا. بقى الان سلكان، سلك الفيدباك وسلك جهد البدء، اذا جهد البدء سوف نلحمه مباشره في المكثف الرئيسي، موجب المكثف الرئيسي، اذا سوف نوصله مع الدايود لان الدايود متصل مع موجب المكثف الرئيسي. الان بقي السلك الفيدباك، اذا قبل تركيبه سوف اقوم بالتعديل كما قلت لكم. اذا كما قلت هذا البين وجب يعني توصيله مع الارضي، اذا سوف اقوم بتقطيع هذا المسار من هنا بحيث نعزل هذا البين الاوبتو كابلر. اذا على هذا الشكل، وثم نوصله مع الارضي. لاحظوا الارضي ها هو يعني قريب له، لو تتبعناه رأيتم. اذا سوف الحم هذا البين هذا مع هذا البين، اذا على هذا الشكل. بقي هذا البين هذا للابتو كابلر، هذا هو الذي سوف اوصله مع السلك الابيض، ولكن قبلها علينا حتى هو بعزله بحيث لاحظوا متصل مع هذا الجامبر هذا، سوف ازيل هذا الجامبر. هذا هو، اذا ساركب هنا السلك الابيض في هذا الثقب هذا بحيث نوصله مع الابتو كابلر. جيد، الآن لقد ألحمنا جميع الأسلاك، سأزيل هذا السلك الأخضر. هذا السلك الأخضر هذا خاص بجهد البدء، لاحظوا إذ تتبعناه هذا هو متصل مع هذا المسار هذا ومتصل مع هذه المقاومات، هذه المقاومات هما لجهد البدء، ولكن بما أن دائرتنا يعني مركب فيها مقاومة جهد البدء جاهزة، وبالتالي سوف أفصل أو أزيل هذا السلك هذا لكي لا يقع تداخل بشكل من الأشكال أو شيء من هذا القبيل أو يقع خلل أو شيء، وبالتالي سوف نزيله على هذا الشكل. جيد، الآن سأقوم بالتجريب، تابعوا أصدقائي. الآن سأجرب أصدقائي، سأوصل الباور بالكهرباء بإسم الله. إذا نأخذ المالتيميتر ونشوف هل موجود جهد ستاند باي. إذا نضع سالب المالتيميتر هنا، هذا دايود، إذا لاحظوا 5 فولت 5.1 فولت،
جيد، الجهد ثابت. اذا ساركب الباور في التلفاز، تابعوا. اذا هذا هو الشكل النهائي. السلك الاخضر حولته من هذا الدايود لان المسافه قصير، فبالتالي اوصلته مع الجامبر، فالجامبر متصل مع موجب المكتف الرئيسي. اذا ساوصل الكهرباء الان. اذا لمبة ستاند باي شغالة الان، ساضغط على زر التشغيل، هي بالاخضر. اذا التلفاز شغال. اذا هذا هو اصدقائي الان ناتي لنهايه الفيديو، اتمنى هذا الفيديو ان يفيدكم ويعجبكم، والى الفيديو المقبل، مع السلامه.